وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكد دكتور رائد بن شمس المدير العام لمعهد الإدارة العامة بيبا على ضرورة توظيف الابتكار في العمل الحكومي لمواكبة التغيرات بآليات جديدة لحلول مبتكرة، مشيرا إلى التعاون القائم بين المعهد وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لنقل أفضل الممارسات الدولية إلى مملكة البحرين. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدينا معاه من أول ما بدينا في المعهد، لهم الشكر على جميع على كل الجهد اللي معانا، وتشاركنا معاهم لأخذ الأفضل الممارسات الدولية ونقلها إلى البحرينيين، ودربنا على هذا الأساس مجموعة من البحرينيين في مختلف القطاعات مختلف الوزارات لتمكينهم من ريادة هذا المجال ومن قيادة هذه المجال من خلال تزويدهم بالآليات الصحيحة وقدرتهم على نقل هذه المعرفة إلى أخوانهم وأخواتهم في وزارات الجهات الحكومية، عشان الكل بالفعل يصير خلينا نقول يشتغل مع بعض، يفكر مع بعض، ويغير التغيير الإيجابي اللي كلنا نسعى له.